الحباب الحويجات اللي تبدلوا فيا من بعد الصلح. هنشارك معكم في هذا الفيديو شحال من حاجه، ويكون في فيديو ان شاء الله في منفعه، فيه طاقه ايجابيه، فيه حويجات على المعقول. وكما شفتوا هيكون في تهوى هنشارك معكم مشتريات من شيئين، وحنا تنهضروا شحال من حاجه، ونحاول نجيب فيديو صغير. ما بقيتش بغيت ندير فيديوهات طوال حباباتي. كما شفتوا اول حاجه تبدلت فيا هي انني وليت ندير شي شويه تاع الماكياج، ماشي شي حاجه كثيره ولكن شي شويه. ها نتوما هتشوفوا هنايا درت اون كريم ايدغاتونت، ودرت اون انتي سيغن للترطيب، ودرت شويه تاع الفون دو تان بهذه الطريقه باش ندرك شي شويه لي سيغن هي هذيك، ونكاموفلي كيما شفتوا الكميه قليله البنات، الكميه فريمون قليله باش نعطي غير راسي اون بون مين. هذه من بين الحوايج اللي تبدلت فيا من بعد الصلح، يعني تنحاول انني ندير شي حويجات مبدله. علاش؟ ما عرفتش علاش تنحاول انني نغير شي حويجات ما كنتش تنديرهم قبل. وبيان سور كيما تنقولوا هذاك الشيء حد القد، ما تنفورسيش على راسي، والراجل عندي ماشي شي واحد اللي عزيز عليه الماكياج. هادشي تنديرو ليا، ما قال ليا لا ديري الماكياج لا ديري لا ديري. انا قلت نبدل شي حويجات مني، علاش لا. درت هنايا كما تتشوفوا قلم، ماشي قلم اسود، قلم بحال اللي تقولي فيغ بلو، فيغ امرود. الكحل ما تيجيش معايا بزاف. هنايا ندير شويه تاع الايلايتور، ما عرفتش علاش درتو، المهم درتو. بدلت شي شويه وشويه تاع هذا العكاير، راكم كلكم تتعرفوه. ودرت سميتو قديت شويه الحاله، المهم حاجه قليله وبسيطه، يعني ولات فيا وخاصني نديرها من تنفيق. يعني هاد الفيديو راه مع الصباح اللي تعيني درته، اللي ما درتش شويه تاع الماكياج من فقت ما بقيتش نديروها حباباتي. هنايا غنوريكم هاد الفيكساتور اللي خديته من شيئين، غنخلي لكم هنايا لا ريفيرونس اللي بغيتو، وغنخلي لكم لو ليان في صندوق الوصف. زوين تيفيكسي وثمن مناسب، المهم انا سير نجرب فيه. غنخلي لكم لو ليان كما قلت لكم، والمشتريات كلهم اللي هنشاركهم معكم غنخلي لكم لي ليان ولا ريفيرونس وكل شيء، وتا كود برومو لو بغيتو تاخذوا شي حاجه كاين كود برومو. مرحبا بكم والف مرحبا، غتلقاو كل شيء المعلومات في صندوق الوصف. الكود برومو هذا بالضبط غيكون صالح تال 24 في هذا الشهر، يعني ما بقاش لي شي حاجه كثيره اللي بغيتو تستافدوا. وعندي ان شاء الله كود برومو اخر صالح حتى 28 في الشهر، غنخليه لكم بجوجهم في صندوق الوصف حباباتي. المهم ما علينا، من بين الحويجات اللي تغيروا في فضيله هي تنحمد سيدي ربي وتنشكره صباح مساء البنات. كما شفتوا صباح مساء تنحمد سيدي ربي ونشكره وتنستغفر سيدي ربي. يعني بالنسبه ليا اهم الحويجات هي داك الحمد والشكر بقلب كبير، وجالسه تنستغفر، جالسه تنحمد الله. يعني شي حاجه ولات فيا من كنت حامله، ويوميا تنقول حمدتك يا ربي شكرتك على كل حاجه، على كل خير، على كل حاجه عطاتيني. وحق الله العلي العظيم من بين الحوايج انا اللي فرحانه اننا تبدلوا فيا هي هاد المساله. هي تنقول سيدي ربي الله يهديني الله يهديني الله يهديني. المهم انا علاقتي براسي علاقه في شكل عزيز عليا، نشوف راسي ماشي بالضروره ندير الماكياج، غير انا نشوف راسي مرتاحه ونشوف راسي زوينه، ماشي بالضروره ندير الماكياج البنات. المهم ما كاينينش بنات يفهموني، غير نلقى راسي انني تلبس شي حاجه زوينه تتعجبني ترتاح فيها. المهم كما شفتوا جمعت شعري لان كاين البرد وشتا، خاصني نخرج من بعد باش نكون واقعيين. ما يمكنش نخلي شعري مطلوق، واصلا ما مصايبش انا، راه درت غير صيبت غير لا فرونش ونشفته. المهم كما شفتوا راه الشعر تبارك الله مصبوغ مزيان بالصباغه الطبيعيه اللي عندي في الموقع. حمدتك يا ربي وشكرتك. من بين الحوايج تاني اللي تبدلوا فيا على اساس انني تنحاول نلبس شي حوايج في الدار لبسهم في الزنقه. مثلا خديت من شيئين هاد لي بوتين سخان، وهذاك التريكو ها هو اللي لابساه، يعني نقد نلبسو في الزنقه ونقد نلبسو حتى في الدار. هاد التريكو حتى هو خديته، واخا شويه قصير جاني حد القد، ولكن خديت فيه لاطي كبيره. هاد السروال اللي شتوه طاي طالع حتى هو تلبسو
نلبسو في الدار. هاد لافيس بيان سور ما نقدش نلبسها في الدار، ولكن وليت تنختار شي حويجات تلبسهم في الدار، تنستفد بيهم في الدار باش نبدل ونكون يعني واجده. بغيت نخرج راني مفركسه، وفي نفس الوقت انا في الدار لابسه حاجه زوينه سورتو دابا مع البرد، و او ميم طون مرتاحه، شي حوايج كونفور ويجو مع لا طاي تاعي، وسورتو تناخذ في شي حوايج في هاد العاده تناخذ شويه حويجات لا طاي كبر، بحال هاد التريكو اللي لابساه اللي هاد لبسو زين البنات، التريكو زين وحنين ورطب صراحه لله، يستاهل واحد يشريه. تناخد فيه خديت فيه لطاي اكس ال، هذا الاغلبيه خديت فيهم لطاي ال وخديت الاكس ال، عزيز عليا كما تتعرفوا حويجات لبسهم نكون مرتاحه. هذوك السراو اللي شفتهم لطاي ال ال جاوني مزيانين، ال ال انا تلبسها البنات الام في السراول الام، ولكن تعجبني لطاي يكون السروال يكون شي شويه مريح. هاد التريكو لبست فيه لطاي اكس ال، تريكوات كلهم اكس ال، وهذوك الجوج لا طاي ال لان ما لقيتش فيهم البنات، المهم هذوك القصار ما لقيتش فيهم لا طاي كبر، لقيت هذاك الاخراني خديته، المهم هذاك الخضر اللي وريته لكم قبل راه زوين وخا قصير. هذا هاد كارديغون، هاد الكارديغون المهم خديت فيه لا طاي الكبيره ولكن جاني قصير. هانتي المهم هذا ما عجبنيش بكل صراحه، ما عجبنيش، ما عرفت ما ارتحيتش فيه، ما عرفتش علاش. المهم راه لبستو مع داك السروال تاي اوت جزوين جزوين، ولكن المهم ما ارتحيتش فيه. هذا الشيء كله اللي تنوريه لكم البنات راه تلقاو في صندوق الوصف، وبالكود برومو ماشي بالضروره تاخذوا بحالي، خذوا اللي بغيتو، حويجات تاع المنزل ها نتوما تشوفوا الطابيات اللي خديت، المهم خذوا اللي بغيتو حويجات تاع الدراري الصغار، المهم تستافدوا من كود برومو. هاد السروال اللي وريته لكم تا هو في الكري زوين، هاد السروال في الكري زوين خديت فيه لطاي ال، هذاك التريكو اكس ال، هاد الطابيات خديتهم المره اللي فاتت في واحد هاد وريتهم لكم مصبنين مصبنين، هادو خديتهم في واحد المشتريات، وها هما عاود خديت نفسهم تيلمو البنات زينين، جربتهم وخديت نفسهم وما نكذبش عليكم صبن وعاود، ها هما هذوك يا هذوك خديت هاد الفوطات، الفوطات باقي ما صبنتهمش. المهم هاد الحوايج كلهم شفتوني لابساهم، كما تتعرفوني انا تلبس الحوايج يكونوا مصبنين، كلشي تيتصبن البنات كما قلت لكم الحوايج اي حاجه تاع الحوايج اي حاجه قلتها لكم في بزاف الفيديوهات كلشي تيتصبن وتينشف، اللي هتصلح هتصلح واللي ما هتصلحش المهم ولا تنلبسها، عندي الحساسيه ضروري الحوايج يتصبنوا. اي حاجه شريتها ما نكذبش عليكم. ثاني حاجه لا ماشي ثاني حاجه، من بين الحوايج اللي تبدلوا فيا هي انني تنوجد العشاء بكري، واللي تنوجد العشاء بكري لان الراجل عندي تيتغدى في الخدمه ولدي ريان تيتغدى في لاكونتين، يعني تنوجد العشاء بكري باش نكون هانيه. كيما شفتوا مع الصباح قديت وجهي شي شويه، ماشي شي حاجه كثيره، قديت شي شويه، دابا قربت الربعه، قربت الربعه، ولدي ليام ها هو ناعس هنايا، يعني بلا يعني بكل ها هو الله يخلي لكم وليداتكم، ها هو ولدي ليام ناعس هنايا، تنعسوا هنايا في العشيه على اساس انني باش يولف ليا ينعس بوحدو، باش يولف ليا ينعس بوحدو، بيان سيغ راه باقي تينعس حدايا، ولكن تنحاول انني نبدل شي حويجات، ما تنفورسيش وما تنكلفش على راسي، صبروا نقد تخيبي عيطي، ما تنفورسيش على راسي، ما بقيتش تندير بزاف الحوايج اللي كنت تنديرهم مع الزوج قبل، تنخليه يدير بزاف الحوايج في الدار. قديت ندير حاجة هي هذيك، ما قديتش ندير حاجة تنقول ليه يديرها، ما نكذبش عليكم، وليت تنحاول على راسي، وليت تنركز على الأولويات، على وليداتي، على فاميلتي، على الحباب منهم نتوما، لأن من تدخلوا عندي الانستغرام تسولوني على شي حاجة راني تنجاوبكم، اللي ما جاوبتكمش بأوديو تنجاوبكم بالكتبة، المهم تنجاوب أنا في انستغرام، اللي خليت لي شي ميساج في الانستغرام راني تنجاوبها بكل قلب وبكل محبة. من بين الحوايج اللي تبدلوا فيا هي انني تنحاول ندير الاولويات، شنو هما الاولويات؟ راسي يا راسي، فاميلتي،
وليداتي ما تنكلفش على راسي، تنخليه يعاونني في بزاف الحوايج، بزاف الحوايج تنخليه يعاونني، ما تنجهدش معاه، ما تنكترش المناقشات اللي ما عندي حتى غرض فيها، يعني ديك المجاهدات والمناقشات بزاف على والو ما بقاتش فيا. تنسلك، تنسيس، وانا ديجا تنسيس راكم عارفيني. بغينا تقولي نديرو هادي، تنقول ليه وي علاش لا. الفم اللي يقول الزمر يقول التمر، علاش انا نجاهد؟ دخلت لكم بالله علاش نجاهد؟ قبل كنت تقول يلا نخرجوا الريستو، تنقول لي ما فيكاش هادي نقتصدوا شويه، دابا لا نخرجوا الريستو تنحتي على سبادريتي، تنقول لي زيد مرحبا يلا نمشيو ناكلوا في هاد البلاصه، تنحتي على سبادريتي يلا نزيد، فهمتوا؟ ما بقيتش تنجهد ولا تنكثر الهضره في بزاف الحوايج. ملي تكون القضيه فيها الفاميله والوليدات تنديو تنجيب معاه في الهضره، بيان سور تنختار الكلمات جد. انا نقول لكم واحد القضيه، الجهد تقاده لاج تلاج تلاج البنات، الله يهدينا على طاعة الله ورسول الله، تلاج تلاج تنتبدلو. هاد الخصيمة بدلتني في بزاف الحوايج، بزاف الحوايج، يعني ما تنبقاش نكتر على راسي، ما تنبقاش نجهد على راسي، ما تنبقاش ندير شي حوايج كنت نديرهم قبل، ما نكذبش عليكم، تنعطي الراحة لراسي في بزاف الحوايج، تنخليه يعاونني في بزاف الحوايج، والحمد لله والشكر لله. انا اهم حاجه عندي وقلتها لكم الراحه النفسيه، بالقليل ولا بالكثير انا عايشه، كاينه القناعه، كاينه القناعه، كاينه القناعه البنات، حمدك يا ربي شكرتك، من جهد من كترش المناقشات اللي ما كان عندي بها التغارض، تنسيس تنخلي يعاونني، تندير داكشي اللي تنبغي، تنركز على هذيك المساله، تندير داكشي اللي تنبغي، تنطيب داكشي اللي تنبغي، لان كاينين شي حوايج هو ما تيبغيش ياكلهم، انا تيعجبوني، تنقاد الخواطر شويه بشويه، وحمدتك يا ربي وشكرتك. واهم حاجه دابا اللي نقولها لكم، ما بقيتش تنتقدى، ما بقيتش تنتقدى، انا تنتقدى اللحم مع عند الجزار، تمشي نجيب اللحم عند الجزار سي الحسن، ولا اللي كنت جيت بايون الوسط، واكثر جيت نمشي عند سي الحسن اللي كاين اون فاس مع بي ا بي 2، اللور تاع بي ا بي 2 راه كاين، راه البنات اللي ساكنين حدايا يعرفوه، و تنمشي تناخذ من ليدر الخضره والديسير، ولا من الكرون فري، هادشي اللي تناخذو. تقديه تاع لي سيريال، تقديه تاع داك الشيء الاخر، ماشي انا اللي تنديرو، هو اللي تيتكلف تمشي تقدى، تنجلس ترتاح مع راساتي، هو عزيز عليه يدير هادشي، هو عزيز عليه يمشي للسوبر مارشي، تنخليه يمشي للسوبر مارشي ويتقدى اللي بغيت. هيجيني الفيديو طويل البنات، المهم غنحط لكم فيديوهات في هذا النوع، ونحط لكم فيديوهات تاع البنات، قلت لكم غنشارك معكم فيديوهات تاع البنات والمشاكل تاعهم وشي حويجات وقصص تاع السيدات وشي حوايج اللي تتنفعنا، اللي تتنفعنا العيالات منهم عبروا منهم، تشاركوا معنا تجربتكم، فيديوهات زوينين. خليت لكم الصحه والسلامه والعافيه، الله يحاشمنا، يدوم المحبه ويدوم الاحترام، وخلوا لي في التعليق اش بان لكم، وكيفاش تتعاملوا، واش تتغيروا، واش تبدلتوا مع لاج، واش تبدلتوا في شي حويجات مع مول الدار، خلونا في التعليق البنات، ودوم المحبة كما قلت لكم، وكلنا زينات، كلنا زينات، والحمد لله.